السلام عليكم. اليوم نروح نشوفو المشروع تاع استغلال الزنك ببلدية أميزور بولاية بجاية، وهذا المشروع هو المشروع الثالث الاستراتيجي الثالث تاع اللي انطلقت فيها الجزائر في السنوات القليلة السابقة، يعني عامين. إذا بعد المشروع الأول تاع استغلال الحديد بغارج بيلات، والمشروع الثاني تاع استغلال الفوسفات بجبل العنق، الآن نتكلم عن المشروع الثالث الاستراتيجي والذي لا يقل أهمية، وهو مشروع استغلال الزنك ببلدية واد أميزور بولاية بجاية. نخليكم تابعوا الفيديو بدون ما نكثر عليكم، سوف تجدون كل تفاصيل تاع المشروع هذا الاستراتيجي والهام جدا، اللي هو في الحقيقة بشراكة جزائرية أسترالية. نخليكم تابعوا الفيديو واستودعكم الله، والسلام عليكم. مضي في قادم الأشهر القليلة في استغلال منجم الزنك والرصاص بثلا حمزة في ولاية بجاية، بعد تتمة آخر مرحلة من الدراسة والمعاينة الميدانية للمشروع والتأكد من عدم وجود أي تأثيرة أو أخطار على البيئة. المشروع هذا تم إنجاز دراسة تأثير على البيئة ودراسة الخطر للمشروع، تمت منذ سنة المعالجة نتاعها، تنقل حتى وفد وزاري هنايا عين المنطقة. إذا اليوم وصلنا إلى أن عندنا طريقة تاع استغلال اللي تحترم المعايير البيئية. Il va produire à peu près 2 millions de tonnes par an, donc 170 000 zinc dans l'année. Donc une partie de cette production sera destinée à l'exportation et une bonne partie aussi restera en fait ici pour les besoins locaux, inchallah. L'avantage du projet, il y aura à peu près 700 emplois directs, 3000 emplois indirects. بلدية تستفيد، يا لا تي ا بي، لا مان دوفر ديريكت يا انديريكت، يا توت غاني في لامين هذه. الشعب يستفاد، الحكومة تستفاد، الجيري كومبليت ستفاد. مزايا اقتصادية عديدة يوفرها هذا المشروع المنجمي، لا سيما استحداث ما لا يقل عن 3700 منصب عمل قار ومؤقت. هذا المشروع الهام وهام جدا، وخاصة في خلق مناصب عمل، كذلك في انطلاق في اشغال، يعني انجاز مصنع التحويل للزنك باش ما يروحش اون طونك ماتيير بريمير مي اون طونك ماتيير ترانسفورمي، وكذلك التكوين في ميدان المناجم على مستوى الجامعه وعلى مستوى مراكز التكوين، وهذا ما يجعل يعني ولايه بجايه تكون هي قاطره فيما يخص التكوين المنجمي. في انتظار استخراج رخص الاستغلال نهائيا، كل الظروف مهيئه، اطمئنوا تماما، كل الاخطار كانت مدروسه ومدروسه وبدقه تماما، من حيث انه لا توجد اي اخطار لا على التربه ولا على الانسان ولا على الحيوان. بدايه من سنه 2026 سيدخل مشروع منجم الزنكي والرصاص بثلا حمزه حيز النشاط الفعلي لمدة 19 سنة، الفترة المحددة لاستغلال الثروة المنجمية بهذه المنطقة بشراكة جزائرية أسترالية. في المستهل أعلنت الجزائر الشروع في استغلال أكبر مناجم الرصاص والزنك في العالم الواقع بمنطقة واد أميزور بشمال شرق البلاد. بيان عن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية ذكر أن المساهمين في المشروع قرروا الشروع في استغلال المنجم وفقا لدراسة الجدوى الخاصة والمعتمدة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة. وأعلنت الحكومة الجزائرية نقل 16% من أسهم شركة أسترالية تدير أكبر منجم زنك في البلاد إلى مجمع المناجم الحكومي الذي أصبح صاحب أغلبية بحصة 51%. ولفت البيان إلى أن الطرف الجزائري ممثلا بمجمع المناجم الحكومي أصبح صاحب الأغلبية في الشركة بعد نقل 16% من أسهمها كانت تابعة للشريك الأجنبي وهو شركة تيرامين الأسترالية. ويتوفر المنجم على احتياطات قابلة للاستغلال تقدر ب 34 مليون طن بإنتاج سنوي يقدر ب 170 ألف طن من مركزات الزنك، ما سيخلص من فاتورة الاستيراد ورفع إيرادات النقد الأجنبي عبر تصدير فائض الإنتاج.